مساء الخير. الحياة هي حب، تضحية، فرح، ابتسامة، طاقات إيجابية، أفكار حلوة، تسامح، محبة، إيمان. هيدي هي الحياة. الوصفات الطبيعية، النصائح الصحية، الطاقات الإيجابية، الابتسامة الدايمة، الأفكار الحلوة والنيرة، هيدا هو برنامج كوني جميلة مع سليمة. أهلا وسهلا فيكم على حلقة جديدة من برنامج كوني جميلة. لا تعتمد على الحب فهو نادر، لا تعتمد على الإنسان فهو مغادر، بل اعتمد على الله فهو القادر. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الله سبحانه وتعالى ما بيبعث إلا الخير لكل الناس، بس كل إنسان بيتلقى هالنعمة بنيته اللي الله بيبعث له اشياء وما بيعرف قيمتها وما بيعرف ينبسط فيها وما بيعرف يستمتع فيها، معناتها لانه هو فمن ليس في نفسه جمالا كيف يرى في الوجود شيئا جميلا، لانه هو نفسيته مش حلوه بياخذ الاشياء بسلبيه. حكينا مره الماضيه عن المراه بشكل عام، ودايما هي الأنثى نصف الحياة والأنثى نصف المجتمع، والمرأة نصف الرجل والرجل نصف الحياة، والحياة جمال والجمال روح الكون. وأي جمال؟ حتما جمال النفسية، حتما جمال الروح والروح الحلوة بإذن الله. فدايما لما بدنا نحكي عن الروح الحلوة وعن الجمال وجمال النفسية، عن الطاقة والطاقات الإيجابية. عرفت إنك شو تعمل، فلازم دايما نحكي عن هيدي الأشياء من خلال برنامج كوني جميلة. صار شيء ضحكنا، فالعفوية والطاقة الإيجابية هي أساس هيدا البرنامج. الرجل شو بده منك؟ الرجل كيف حتى لحتى يحبك، لحتى تكوني بأفكار حلوة؟ دايما منقول كوني عالطبيعة، عالطبيعة بتكوني أجمل، عالطبيعة بتكوني أذكى، عالطبيعة بتكوني أحلى. اهتمي بحالك، حبي حالك، اهتمي بزوجك، كوني حنونة، كوني أم، كوني أخت، كوني صديقة، كوني حبيبة. أي شيء كوني للرجل لحتى تكوني عايشة سعيدة. مشاكل الحياة كتيرة وعديدة، بلشت بهيدا الموضوع لأنه كتير ستات بيحكونا أو حتى كتير رجال بيقولوا أنه في مشاكل ببيتنا. ما في حدا إلا ما في عنده مشاكل. حياة الزوجية هي شركة قائمة، ممكن تنجح إذا كان في إدارة ناجحة، وممكن تفشل. شو اللي بيعمر هيدي الشركة غير الحب والتسامح؟ واليوم لحبك أكتر بدي سامحك، لحبك أكتر بدي أحترمك. إذا انفقد الاحترام والتسامح حتما بينفقد الحب. وبهيدي الأيام العالم كله، بهيدا الزمن الصعب، كل العالم عم تركض ورا المال، كل العالم عم بتفكر بالماديات، كل العالم عم بتفكر بالأمور اللي هي قشور. جوهر الحياة أعمق بكتير: الحب، التسامح، العطاء، المغفرة، البسمة الحلوة، الأمل والتفاؤل. شو ما واجهتنا مشاكل منقول بإذن رب العالمين، وغدا يوما مشرق بإذن رب العالمين، بكرة لح يكون أفضل. لو ما الأمل والتفاؤل، ما اللي بينام اللي حط راسه الإنسان على المخدة لحتى ينام، ليوعى على صبح جديد، على نهار جديد، ليقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. ما بقى النق، ما بقى نشكي، ما بقى نتذمر. مثل ما قلت بحلقة الماضي، العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، والدين اثنان، نور بالقلب ووعي بالعقل، والإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. نيالي اللي عم يصبر ومين اللي عم يشكر؟ دايما نشكر الله سبحانه وتعالى على الموجود قبل ما نطلب المفقود. ما نطلع على شيء مش لإلنا، زيت الحكي منعيده ومنكرره لحتى نحن نرتاح. أسامحكم ليس لأنكم تستحقون، بل لأني أريد أن أعيش بسلام.
نحن بدنا نضلنا نسامح، لأنه منقول مصدر السعادة والسلام التسامح والغفران. نحن ببرنامج كوني جميلة أكيد نحن بانتظار اتصالاتكم. أي حدا عنده مشكلة، نحن قلنا أنه هيدا البرنامج منكم وإليكم. أي حدا عنده مشكلة أكيد منقدر أنه نعطي وصفات طبيعية، منقدر نشرح عن منتجات سليمة الصحية، منقدر نعطي وصفات فينا نحن نحضرها بالبيت، بس المهم نحن نعرف كيف نحب جسدنا وكيف نهتم بصحتنا وبجسدنا بالدرجة الأولى. بمنتجات سليمة أكيد موجودين بكل الوطن العربي، بكل الدول العربية، موجودين حتى هلأ بمصر إذا الله راد، ويلزمنا مثل ما بيقولوا مندوبين ومندوبات بكافة بأم الدنيا بأم الدنيا كلها بمصر، بكل المناطق بمصر إذا الله راد، يلزمنا حتى وكلاء ومندوبين ومندوبات بجميع الدول العربية. أكيد منتجات سليمة في ناس أكيد بمصر بالقاهرة أو حتى بإسكندرية بنوجه لهم تحية أكيد، وخصوصا دكتورة نغم. دكتورة نغم معنا أكيد بمنتجات سليمة، ورح بتشوفوها إذا الله راد ضيفة بحلقة من حلقات برنامج كوني جميلة. فللحصول على معلومات، للحصول على استشارات حتى عن منتجات سليمة أكيد بتتواصلوا على الأرقام اللي عم تقطع. منتجات سليمة موجودة حتى بمصر. سألتوني عن سيروم السكوالين اللي هلأ رح نشوفه على الشاشة. سيروم السكوالين نحن قلنا لمشاكل البشرة دايما الوجه سبع طبقات، بدنا شيء يفوت على جذور البشرة. نحن لحتى قبل ما نستخدم أي كريم ضروري نستخدم سيروم، ضروري نستخدم ماسكات. أكيد رح نتعرف على الماسكات اللي موجودة عنا ورح نتعرف على السيروم. سيروم السكوالين ما بعرف إذا صورته على الشاشة، أنا مش عم شوف. منشوف السيروم ومنتعرف على الفيديو كمان هلأ بس يصير جاهز، لنتعرف أكثر على سيروم السكوالين اللي بيشد الوجه وبيعطي نقاء ونضارة للبشرة إذا الله راد. خلينا نشوف هيدا الفيديو. حبي حالك لتضل بشرتك نقية ويضل وجهك مسدود وما في ولا أي شوائب، ما إليك إلا تستخدمي سيروم السكوالين اللي هو زيت كبد. ما حطيته الفيديو. هو الفيديو قصير. أوكي. لكن لنتعرف أكثر على سيروم السكوالين اللي هو زيت كبد الحوت، مثل ما بنقول دايما لتحافظي على جمالك، حبي حالك لحتى تكون بشرتك نقية وندية، استعملي سيروم السكوالين بشد الوجه وبيعطي نقاء ونضارة، بشد البشرة، وبنفس الوقت حتى لتحت العين بنقدر نستخدم سيروم السكوالين. هو عبارة عن كبسولات، وهيدا السيروم ممكن يكفينا أكثر من شهر أو شهر ونص إذا الله راد. كل يوم المساء بنمسح من السيروم بعدين بنستخدم أي كريم للبشرة. لمشاكل البشرة خلينا نشوف ماسك الأعشاب اللي بيحتوي على 13 نوع من الأعشاب. عنا حبشباب، عنا كلف، عنا دبغات، عدم نضارة بالبشرة. لا بدنا نستعمل كريمات، قبل الكريمات بنستعمل الماسك. وأي ماسك نحن بدنا نستخدمه لوجهنا مفروض نستخدمه مرتين بالأسبوع أو حتى ثلاث مرات بالأسبوع على القليلة، إضافة أنه الماسك ممكن نحطه 20 دقيقة لنص ساعة على الوجه. هلأ بس يكون جاهز معنا ماسك الأعشاب بنشوفه ومنشوف الفيديو لكان إذا جاهز. وشد الوجه يفضل استخدام ماسك طبيعي قبل الكريم، وماسك الأعشاب من منتجة سليمة بيقضي على الكلف والنمش، بيشد الجلد وبيخفي التجاعيد، لاحتوائه على 13 نوع من الأعشاب من البيبونج، الأصعين، الحلبة، حبة البركة وغيرهم. يستعمل مع لبن أو عصير طبيعي أو زهورات مرتين بالأسبوع لمدة 20 دقيقة. مثل ما بنعرف إنه الوجه سبع طبقات، فيفضل استخدام ماسك طبيعي لتنشيط البشرة. لكن ماسك الأعشاب ممكن نعمله مع لبن، مع زبادي يعني، مع عصير البرتقال، مع الليمون، نعصر الليمون إذا كانت بشرتنا دهنية.
نخلطه مع الليمون شوي، مع ماء الورد، مع ماء الزهورات، يعني زي الشاي، زي البابونج، زي الميرامية، ورق النعنع، ورق البقدونس، كتير بيعطوا نضارة. أوكي، خلينا ناخد اتصال. أهلا وسهلا فيكي أم محمد. ازيك يا دكتور، عاملة ايه؟ حبيبتي أهلا وسهلا فيكي، تفضلي. أنا حبيت أشكرك يا دكتورة عشان محمد ابني عنده سنة وثمان شهور وما كانش عارف يمشي خالص على رجليه، وبعدين عطيتيني وصفة بتاعت المكسرات ومرقة الدجاج والكلام ده، شكرا، بحبك خالص والله العظيم، وأشكرك يا دكتورة. حبيبتي الله يخليكي حبيبة والله قلبي. العظيم بيجي يرمح ورايا رمح، يعني ما كانش عارف يمشي خالص غير على الانتريه بس، يعني الحمد لله الحمد لله. ربنا يخليك ويبارك في عمرك ان شاء الله، يرفع شأنك يا رب ان شاء الله. الله يسلمك حياتي، الله شكرا يسلمك. يا دكتورة، شكرا يا حبيبتي، شكرا لاتصالك حبيبتي. معنا ابراهيم او بعده على الخط؟ الو الو، اهلا. صباح الخير يا دكتورة، او مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا، اهلا انا وسهل. الاعلامي ابراهيم خلف الله، مقدم برنامج ازمه اخلاق على قناه الصحه والجمال. اهلا وسهلا فيك. هذه القناه الواعيه، هذه القناه الجميله، القناه الهادفه ايضا. تحياتي ليكي، وبعيدا عن اي منتج حضرتك بتقدميه، انا بحييكي طبعا كتير جدا دكتوره سليمه على المقدمه الجميله اللي قلتيها في بدايه برنامجك. عايزين بقى يا جماعه الحب والتسامح والمغفره تعود بينا تاني، عايزين يعم بينا السلام ويعم بينا الحب، ويرجع المجتمع المصري يحب بعضه ويكون في ترابط كتير بينا. وعايزين بقى يا جماعه نرجع بقى جبر الخواطر بالله عليكم، يعني كل مشاهدين هذا البرنامج المحترم، برنامج كوني جميله، عايزين بقى نجبر بخاطر بعض كده، الجيران مع بعض، يرجع الحب والتسامح والسلام يعمنا كده الترابط الاسري والترابط المجتمعي، ويسيبنا بقى من السلبيات. تعبنا كتير جدا من السلبيات اللي حاصله معانا في المجتمع. انا تحياتي ليكي كتير يا دكتوره على المقدمه الجميله اللي حضرتك قلتيها، فعلا بحييكي، وبحيي طبعا قناه الصحه والجمال، هذه الشاشه الهادفه والواعيه ايضا. تحياتي ليك يا دكتوره ابراهيم خلف الله، مقدم برنامج ازمه اخلاق على هذه القناه المحترمه. شكرا، شكرا لمداخلتك. معنا اسماء. الو الو، ايوه حبيبتي، اهلا وسهلا. انا دكتور سليمه، تفضلي، اهلا وسهلا فيكي. انا مش مصدقه نفسي انا بكلم حضرتك. حبيبتي اهلا وسهلا، شرفتي. قولي لي تفضلي، شو بقدر ساعدك؟ حضرتك عندي اختي شعرها مقصف. اوكي، هلا مش عارفين نعملها ايه، وبرضه في شعرها قشره. اوكي، هلا بعطيكي وصفات، ميرسي كتير. ممكن سؤال تاني حضرتك؟ تفضلي تفضلي. عندي اخويا ما ينامي بيقرقش اسنان يعني كده، ما عرفش. طيب اوكي اوكي، هلا بجاوبك. شكرا لمداخلتك وميرسي لاطرائك، وشكرا اخ ابراهيم على كلامك الحلو. في اتصال بعد؟ اوكي. الو، ايوه مساء الخير. يا هلا حبيبتي، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. منوره الدنيا والله حبيبتي، شكرا لك. ما يتحرمش من طلتك الجميله دي. الله يسلمك حياتي. ولا من اخلاق حضرتك، والله ربنا يكتر من امثالك. تسلمي حبيبتي، قولي لي شو سؤالك؟ بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا عايزه نظام يوم، ببرنامج يوم بالنسبه للتخسيس عشان اخس، اكل ايه، افطر ايه، اتغدى ايه، اتعشى ايه؟ رح نحكي عن هيدا الموضوع، ركزي معنا وحضري ورقه وقلم اذا قدرت. حبيبتي شكرا لكل اللي عم يتواصلوا معنا. بنرجع لكلام اخ ابراهيم، انه المحبه، الاحترام، الالفه، هيدي مش بس بمصر، وين ما كان قلت العالم ملتيه، العالم عم تركض ورا لقمه العيش، العالم بس عم بتفكر بالقشور. لا، المحبه عمار. في ثلاث اشخاص، رح اقول على السريع هيدا المثل، ثلاث اشخاص، واحد اسمه النجاح، واحد اسمه المحبه، واحد اسمه المال. ثلاث أشخاص ماشيين بالغابة، ما في، لقوا ضو، بيت، قالوا ما بنقدر، ما حدا فينا يفوت إلا شخص واحد على هيدا البيت، خلينا نروح ندق الباب. راحوا دقوا الباب، فتحت المرة، قالوا لها أنا المحبة، أنا النجاح، أنا الجمال، أنا المال، عفوا، خوتتنا الصحة والجمال، المحبة والنجاح والمال، بدك تختاري واحد فينا ليفوت على البيت لعندكم. فاتت قالت لزوجها، برا في المحبة والنجاح والمال، مين منفوت؟ أنا برأيي نفوت المال وعاوزين فلوس وكذا. قال لجوزها لا، فوتي النجاح. بقوم ابنها الصغير بقول لا يا ماما بليز اعزمي المحبة، لأنه نحن ما في بيناتنا محبة. ظهرت فتحت الباب، قالت لش مين الشخص اللي اسمه محبة؟ قال لا أنا. قالت له تفضل فوت.
فات هيدا الشخص، فاتوا وراه المال والنجاح. قلت له بس انا حكيت شخص واحد وانتوا قلتوا واحد بفوت. قال لها لو قلتي المال كان فات لوحده، لو قلتي النجاح كان فات لوحده، بس انت قلتي المحبه، المحبه بتزور كل حاجه معها. يعني المحبه عمار، المحبة طاقة إيجابية، المحبة ألفة، هيدي هي الحياة، ما في أجمل من الحب والمحبة. وإن شاء الله دايما دايما تكون المحبة، ونياله اللي بيكون فيه بقلبه تسامح ومحبة، هو محبة، هو بيكون عايش مبسوط، هو ربنا فمن ليس مثل ما بيقولوا الجمال ليس جمال الوجه إنما النور الذي يشع من القلب. إذا كنا من جوا مليانين ومفعمين بالمحبة هيدا بيعكس لبرا. بالنسبة للمدام اللي سألتي كرمال إنقاص الوزن أو قبل عشان عم تشكريني عشان ابنك، أوكي اول شيء بدك تعطيه العسل الاسود، يعني مش انه اذا مشي انه خلص. هيدا دايما المكسرات النيه ناكلها دايما، وخصوصا مع المشمش المجفف، مع التين المجفف، مع التمر. حتى اذا خلطتي، يا ريت انا جبت قطعه منها، انا هاي الاكله دايما بعملها، حتى جايبتهم معي على مصر، باكل كل يوم قطعه الصبح، تمر مع زبيب مع جوز مع شوفان مع كاجو مع لوز مع السمسم، لانه السمسم فيه كالسيوم. كل هيدي بنخلطهم مع بعض، ممكن نحط اذا حطينا شوي طحين معهم فينا نفوتهم على الفرن، اذا ما حطينا طحين بنرصهم هيك، بنرش عليهم سمسم وبناكل كل يوم قطعه. والعسل الاسود اذا خلطنا معه الصنوبر والجوز واللوز، حتى للرجال للشباب للرياضيين، للرجال الكبار بصير عندهم وجع، بصير عندهم ترقق عظم، بصير عندهم زهايمر. الناس اللي عندها انه بينسوا كتير وببلشوا هيك يضيعوا او شيء، كمان هيدي الوصفه لإلهم كتير منيحه. اذا الله راد اكل الزبادي ضروري جدا، نشرب ميه الاجرين تبع الدجاج، الاجرين كل العالم ترمي اجرين للدجاج، نحن اذا غليناهم من قصة الضوافر واذا غلينا هيدي المي، هيدي كتير بتقوي العصب، وخصوصا للولاد اللي بيتاخروا ليمشوا، وخصوصا للكبار اللي عندهم وجع ركب. ممكن نعملها شوربه، بنحط بقلبها رز وكذا وبناكلها. فهيدي الوصفات اذا الله راد كتير مهمه وكتير منيحه. بالنسبه لمشاكل الشعر، نحن جديدنا نسينا نعطيك الصورة لتعرضيها، جديدنا منتج جديد اللي هو زيت مقوي للشعر، زيت سليمة، أوكي. هيدا الزيت رائع جدا، هو عبارة عن زيت وفيتامين، رح يكون أكيد بالسوق المصري، وحتى سعره بس 250 جنيه، يعني مثل ما وعدتكم هيدا زيت مع فيتامين، اوكي، يمكن شفناه نحن بالحلقه الماضيه، ولسه بعدنا ما حطينا حتى الستيكرز، يعني نحن بعدنا عم نعملهم جديد، بس حبينا انه نحن نتكلم عنهم. هيدي القطره الاوفر دوز فيتامين، وهيدا الزيت رائع جدا ومفيد جدا وبقوي الشعر، بنقدر نستخدمه اكيد ساعتين قبل الحمام او حتى ثلاث ساعات ما في مشكل. وانا تكلمت بحلقه الماضيه اعطيتكم وصفات عن مية الرز، مية الرز من الاشياء الرائعة. يا ريت بتحضرين لنا ريبورتس تبع الكاكاو الاسود. اذا غلينا، اذا سوري غسلنا الرز، لما نغسل الرز المي اللي بتطلع منه بنعبيها بفنجان وبنكبه على شعرنا وبنتركه بنفوح الشعر فيه، هيدا كتير بنعم الشعر. وصفة مية الرز، نقص المغنيسيوم هو بيسبب هر شعر، استرس، تعصيب، ضعف نظر، وجع عظم. المغنيسيوم وين موجود؟ بالدرجة الأولى بالتمر، بالجوز، بالموز، أكتر شيء أكيد موجود بكتير قصص، سوري بس هول ثلاث أشياء إذا نحن من واضب أنه نخدهم، التمر، الجوز والموز. كل حدا، في حدا ما عنده موز، في حدا ما بياكل موز كل يوم، في حدا ما بيقدر ياكل تمر، في حدا ما بيقدر ياكل جوز، هاي الثلاث اشياء موجودة عند الغني وعند الفقير، عند اللي بيعرف وعند اللي ما بيعرف، عند الصغير وعند الكبير، بتنفع ما بتضر. كل ما كترنا حتى الجوز، شكل حبة الجوز بتشبه الدماغ، حبة الجوز بتشبه الدماغ لأنه هي أكتر شيء بتقوي الدماغ. إذا منلاحظ في كتير أشياء، بلكي بحلقة الجاي رح أجيب صور، مثلا حبة الفاصوليا رائعة للكلى، هي بتشبه الكلى، يعني كل منتج البروكولي أو الأرنبيط بتشبه الروايا، هي مقوية للروايا ومنظفة للروايا. يا سبحان الله، الجزر لما نقطع نقص الجزراية هيك سيركل بنحطها بنطلع فيها بنلاقيها مثل دائرة العين، لأنه الجزر بقوي النظر.
يعني في كتير شغلات منشوف الصورة منشوف الفوائد لإلها. منرجع للجوز، الجوز بيقوي الدماغ، والكاكاو الأسود اللي هو الشوكولا السوداء. خلينا نشوف الفيديو تبع الكاكاو اللي لازم كلكم تشربوا كاكاو أسود إذا صغار أو كبار. شوفوا الفيديو. الكاكاو غني بالمعادن مثل الحديد، المغنيسيوم والكالسيوم، فبيقدم مضادات للالتهابات والحساسية، بالإضافة بيساعد بخفض ضغط الدم وبينظم مستويات السكر بالجسم. فكيف إذا كان مشروب الكاكاو الأسود من منتجات سليمة؟ فهو بيحرق الدهون، بيحارب الاكتئاب والتعب، بيزيد تدفق الدم للدماغ، كما أنه بيساعد على خسارة الوزن، ويعتبر منشط طبيعي للرياضيين. الكاكاو فوائده كتيرة وبناسب كل الأعمار، فاستفيدوا من الشوكولا السوداء وجربوا مشروب الكاكاو من منتجات سليمة. كان شرب الكاكاو، يعني نحن بدل ما نشرب قهوة وشاي ونسكافيه كل يوم نشرب الكاكاو. اليوم إذا كان واحد بده يهدي حدا مناسبة فرح بيهدي شوكولا، بيضيفوا شوكولا، إذا خلق مولود بيضيفوا شوكولا، إذا حدا تجوز بيضيفوا شوكولا، إذا إجا العيد بيضيفوا شوكولا. شوكولا هو يعني علامة السعادة، هو التعبير عن الفرح. حتى بعيد الحب يعملوا أشكال شوكولا بشكل قلب. شوكولا شغلة كتير مهمة للجسم، بس نحن ما عم نتعود أنه نخدها. الكاكاو الأسود أكيد موجود بالأسواق، حتى الكاكاو نحن بيكون موجود بجم إنقاص الوزن، مع مجموعة إنقاص الوزن. الكاكاو بيحرق الدهون وبيقوي الذاكرة وبينشط الجسم. بيجي معه شو اللي هي خلطة المنشطة للمصران، اللي هلأ بدنا نشوفها كمان بفيديو، بس تكون جاهزة معك مارينا. خلطة المنشطة للمصران بتنشط المصران، لما يتنشط المصران تنشط الكبد، تنشط الكلاوي، ما بقى في نفخة، ما بقى في غازات، ما بقى في إمساك، تلقائيا الجسم بياخد حاجته. هي عبارة عن أعشاب، هيدي الأعشاب أكتر من 10 أنواع من الأعشاب، منها فيها عرق السوس، فيها الشومر، فيها بذر الكتان، فيها الزنجبيل، فيها الكركم، فيها حبة البركة، فيها حاجات بتعقم المصران. كتير عالم عندها امساك، سوري، ما بتطلع او ما بتفوت على التواليت او ما بتطلع الفضلات من جسمها الا اذا اخذ الدواء. هيدي الخلطة بتساعد على تليين المصران، بتنشط المصران، بتعطي طاقة للجسم. كمان اذا اخذنا منها مرة الصبح مرة المساء بتضعف بين 4 إلى 5 كيلو بالشهر. واللي بده يضعف يفضل انه ياخد خلطة المصران. منشوف الصور والفيديو إذا كانوا موجودين. ناخد خلطة المصران مع حبوب الإنقاص الوزن اللي هن قاطع الشهية مع الكاكاو. هيدي مجموعة رائعة، خلينا نشوف. يعتبر كسل الجهاز الهضمي من الأسباب الأساسية لمعظم مشاكل الجسم. للحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي ننصح بشرب الزهورات يومياً، وخلطة الزهورات من منتجات سليمة تحتوي على الشومر، الأصعين، الزعرور، البابونج، عرق السوس وغيرهم، فبتنشط المصران، بتمنع النفخة والإمساك، بتلين المعدة، وبتساعد على تنشيط الكبد والكلاوي، وهيك الجسم ما بيمتص أكتر من حاجته. والأكيد أنه إذا شربنا خلطة الزهورات من منتجات سليمة نخسر 3-4 كيلو بالشهر، طبعا مع الالتزام بنظام غذائي سليم. لكن خلطة المصران مع الكاكاو الأسود مع حبوب قاطع الشهية مفروض أنه نحن نضعف بين 4-5 كيلو بالشهر. شو النظام اللي حضرتك سألتي مدام سناء، أو ما بعرف شو اسمك اللي سألت عن هيدا الموضوع، شو أنا باخد لحتى أضعف؟ بدكم توقفوا 3 أشياء: خبز، سكر، مقالي. يعني هلأ أنا عم بشرب الشاي بدون سكر، مش ضروري ناخد السكر، خلونا ناخد السكر للحلو. لما نكون طالع عبالنا كيك، اشياء حلوة كذا، بيكون في سكر تلقائيا. فبس لما بدنا نشرب اشياء كل يوم، او حتى على القليلة على القليلة، اذا بتحطوا سكر حطوا نص صغير. السكر هو السم الابيض، اوكي، والخبز
وخصوصا بمصر، يعني هو الخبز عندكم طيب يعني مغري، بس انه بناكل خبز كتير عبكره والظهر وعشيه لا، مفروض على القليله نخفف 90% اكل الخبز. وكل ست كل ست بتوقف خبز من هلا لاجي اطلع حلقه الجي على القليله اسبوع او 10 ايام، بتلاقي حالها اول شيء الخبز يعني كيف جبلت البطون بالبطن، ما بيعمل شيء فايده للجسم غير انه بتخن، غير انه بتعب المصران. بينما اذا اكلنا مثلا حتى الفول، يعني انا اليوم فطرت الفول بالجرجير بالبصل، فول والبصل كتير طيب بالجرجير مع البندورة مع النعنع مع هيدي الاشياء، ممكن ناكله بالملقة، ممكن ناكله، ممكن ناكل كم وحدة بخبز، بس انه ناكل خبز ونكتر لنضعف مستحيل. الخبز بيعبي بالخواصر، السكر بيعبي بالوراك، يعني بس نكتر. في ناس بيحطوا 4 و5 ملاعق سكر، حرام. السكر بيسبب مش السكري، السكر اول شيء بيعمل ترقق عظم، السكر بيساعد انه يضعف النظر مع الوقت، السكر بيسحب النضاره من وجهنا، السكر الابيض بالذات. انتوا عندكم بمصر العسل الاسود، العسل الاسود هيدا شيء رائع، هيدا نعمه من رب العالمين، حرام ما ناكل كل يوم عسل اسود، هيدا شيء كثير مهم. لو اكلنا ملعقه بندوب، يعني انا شو بعمل؟ دوب ملعقه عسل اسود بكبايه مي وبشربها، ممكن على الريق، ممكن ورا الاكل. بعدين نحن لما ناكل جوز ولوز وزبيب ومشمش مجفف وتين يابس وتمر وهيدي الحاجات، هيدا سكر طبيعي، جسمنا اخذ السكر. نحن لما ناكل فواكه، طب ما المانجا بتجنن، طيب الموز، المانجا، الجوافه، الفريز، التفاح، كله في سكر. طب اذا نحن اكلنا فواكه هودي عم ناخذ حاجه جسمنا من السكر، بس بليز خففوا المقالي كرمال الضغط والكوليسترول، السكر كرمال السمنه وكرمال ضرر الجسم، والخبز كرمال تقل المعده، وكله بنصح. هول ثلاث اشياء خففون. انا سليمه بخبرتي المتواضعه لا اؤمن بشيء اسمه رجيم، انا مع نظام غذائي متوازن. اي حدا لازم في اتصال او شيء؟ طيب قولي لي، ما انا شو بعرفني. الو الو، ما انت اذا ناطرتيني لاخلص انا ما بخلص حكي. اي حسين تفضل، اهلا وسهلا. اهلا لو مخزر دكتوره بعد اذن حضرتك، انا حدي تنفخات وتورمات تحت العين، اخذت جميع الكريمات والادويه برضه ما زالت موجوده، فيا ريت من حضرتك وصفه طبيه او علاج طبي يكون دقيق. تكرم عليك. تنفخات. شكرا 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 لاتصالك. ايوه يا هناء. الو، ممكن اكلم دكتورة؟ ايوه حبيبتي، اهلا وسهلا معك، تفضلي. اهلا بيكي. لو سمحتي، انا عندي بناتي شعرهم ناعم بس هيش قوي وناشف، وكل ما باجي اعمل له حاجة مش بيظبط خالص، فعايزة حاجة طبيعية تنعمه. اوكي، عندك سؤال تاني؟ ايه؟ عندك حاجة تانية تقوليها؟ لا شكرا. اوكي حبيبتي، شكرا لاتصالك. في حدا بعد؟ اوكي. بس يجي اتصال قليلي، يعني ما تنطريني للاسف. بالنسبه لبناتك، اول شيء ميه البقدونس، كلنا بنعرف البقدونس والبابونج، اوكي؟ غلي البقدونس وغلي البابونج، حممي شعرهم فيه، بيهدل وبيعطي لون حلو. جيبي زيت الزيتون مره بالاسبوع او مرتين بالشهر. اول شيء مره كل اسبوع على فتره، بعدين بتصيري مرتين بالشهر. ممكن تخلطيه مع زيت حبه البركه، مع زيت جوز الهند، مع زيت الخروع، مع زيت اللوز، اي زيت اذا بدك، واذا ما عندك حطي لوحده. زيت الزيتون شوي على ايدك، بنفركه على جلده الراس ومن تحت يعني، بعدين بنحط على الشعر بهيدي الطريقه. تركيه على شعر اولادك ساعتين، بعدين حمميهم. بلس انه بمنتجنا في كريم للشعر، هلا بنشوف صورته، رائع جدا. هو كونديشنر، هو مغذي، هو ملمع، هو بيساعد حتى على تطويل الشعر. اوكي، خلينا نشوف كريم الشعر لما كمان هيدا بفيد باذن رب العالمين. هلا بجاوبك كرمال ورم العين. بناخذ اتصال. الو الو الو. ايوه يا كريم. الو. ايه تفضل. ايوه، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. بقول لحضرتك، ما كنت عايز وصفه كويسه كده للقولون.
للقولون، بس انا من دقيقتين كنت عم بحكي عن القولون، بدي كسرك يا كريم مش مركز معنا. يلا هلا بوصف لك وصفه. اوكي عندك سؤال تاني؟ في حدا تاني؟ هناء. الو الو، اتفضلي حبيبتي. الو الو يا هناء، مش سامعاكي يا هناء. قليلي. ياسمين. ياسمين تفضلي. ايوه عامله ايه؟ الحمد لله تفضلي. لو سمحتي انا عايزه اطلب منك طلب. والله قليلي حبيبتي. انا اخويا عنده 20 سنه ومن وهو عنده 18 سنه وفي حب شباب كتير قوي في وشه. اه اوكي بسيطه. فمش عارفين نعمل له ايه يعني، جبت له منتجات كتيره مش جايبه معاه نتيجه. اوكي اوكي شكرا لاتصالك ياسمين. إذا الله راد كرمال حب الشباب، أكيد بمنتج سليمة في صابون وفي لوسيون لهيدا الموضوع رائع جدا. بس قبل ما تستعملي منتج سليمة فينا نخلط ملعقة نشا مع ماء الورد، نخلطهم مع بعض ويمسحهم على وجهه، خليه يخفف أكل التشيبس، المايونيز، الكاتشب، المشروبات الغازية، هودي الأشياء، السكر الأبيض اللي كنا عم نحكي عنه، هيدي الحاجات كلها بتقوي وبتزيد حب الشباب. بلس إنه ضروري من وقت لوقت، مش عاملة شاي بس أكيد بدون سكر، يمسح بالشاي على وجهه، يمسح بمية البابونج. هلا الشباب ما إلهم جلادة، بس إذا أنت حطيتي له قنينة على المغسل إنه بس بده يغسل وجهه قبل ما ينام، امسح فيهم واتركهم، هودي بيساعده. ما خليه يحطيها. أوكي بعدين بالنسبة للكولون، كنت عم تسأل عن الكولون حضرتك. هيدي صورة السيروم، نحن بدنا صورة الكريم. هيدا السيروم للشعر كتير مهم، بنعم وبغذي الشعر. كمان هيدا الكريم هو كونديشنر للشعر، يعني لمشاكل الشعر قلنا انه في زيت الشعر، وقلنا انه في هيدا الكريم اللي نحن شايفينه على الشاشة، والصورة السيروم كمان رجعي حطي لنا اياها. هيدا السيروم كمان مغذي وملمع للشعر، فهيدي الاشياء لكل مشاكل الشعر. وضروري ناخد الكاكاو الاسود لانه الكاكاو هو غني بالمغنيسيوم. اوكي وهيدا شعري يعني ما في صبغه، ما في اشياء الا طبيعيه، حنه مع زبادي مع اشياء طبيعيه. وهيدا هو زيت الشعر اللي هو جديدنا، زيت شعر من منتج سليمة. اذا الله راد بنستخدم هيدا الزيت مع الفيتامين، واللي بده مرطب للشعر اكيد بياخد الكريم للشعر. بالنسبه معنا اتصال. الو الو الو، ايوه تفضلي حبيبتي. انا عفاف شاكر. يا هلا تفضلي. شعري بينزل. اوكي ما انا بتكلم عن الشعر. اول شيء شدي حالك وانت عم تحكي، ما تحكي وانت نايمه، علي صوتك وكوني نشيطه، كوني جميله، كوني نشيطه. شو عندك غير شعرك بينزل؟ قليلي. انا شعري بينزل خالص، مش عارفه بكميه جامده. اوكي عندك سؤال تاني؟ لا شكرا. طيب. وعندي حبوب في، نعم عندي حبوب في وجهي. اوكي هلا اعطيت وصفه للحبوب بالوجه ونحن عنا علاج. شكرا لاتصالك، جاهزين لنا حبوب الكولاجين. بالنسبه للشعر اللي بينزل يعني نقص الفيتامين، قلنا بناخذ كاكاو، قلنا بناكل جوز ولوز وتمر وزبيب وهي الحاجات، وفينا ناخذ حبوب الكولاجين من منتج سليمة. هلا بنشوف الفيديو لما يكون جاهز مع مارينا. الفيديو الكولاجين. بالنسبه لخلطه الكولون شو باخذ لانه عندي كسل بالكولون غير خلطه سليمة؟ بنشرب ورا الاكل، ورا كل وجبة أكل، كوب مي سخنة مثل هيدا، نشرب كوب مي دافية يعني مع الليمون. بتشرب الكمون مع اليانسون، رائع جدا. ورا الأكل فينا نشربهم، المسا فينا نشربهم، هودي الحاجات. خلينا نشوف الفيديو اللي للكولاجين، فوائد حبوب الكولاجين. حبوب
حبوب الكولاجين علاج لتجدد خلايا الجسم، بتخفف علامات الشيخوخة بالوجه، بتعطي نضارة للبشرة، بتحتوي على فيتامينز وخلاصة الكولاجين الطبيعي لبان الذكر، مفيدة للجسم وبتقوي المناعة، كما أنه بتنظم وبتنشط الهرمونز. تستعمل هالحبوب للرجال والنساء مرة يومياً. حبوب الكولاجين مرمم ومجدد الخلايا ولشباب يدوم. أوكي. لكن حبوب الكولاجين لنضارة الوجه، للطاقة، لنقص الاستروجين والكولاجين، بيعطوا شحوب بالوجه، بيضمر الصدر، بيصير في تجاعيد. دايما التجاعيد عند المرأة أول شيء بالصدر وبالرقبة. قديش فينا نعمل رياضة لرقبتنا ونشد بهيدي الطريقة، ممكن نمسك كأنه نحن عم نقرص الرقبة، لأنه كتير مهم هيدي الرياضة وبتنشط الدورة الدموية. يعني كل ما نحن عملنا هيدا الشيء، كل ما صار لون الجلد حلو، بيجي الدم على الجلد، وكل ما تنقت البشرة وبشد الجلد بنفس الوقت. حبوب الكولاجين من الأشياء اللي بتفيد لهيدا الموضوع، حتى بتخفف هر الشعر وبتعطي نقاء ونضارة للبشرة بشكل مش طبيعي. في حدا كان لازم بعد رد علي من الأسئلة، ما رديت علي، ذكرتيني؟ لأنه عم يجوا الأسئلة ورا بعضهم وبرجع منضطر نحط إعلان. خلينا ناخد أم مروان. ألو مروان. أوكي. ألو. أيوة دكتور، السلام عليكم. يا هلا. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي بس ليكي ثلاث أسئلة كده. تفضلي. أول حاجة، أنا عندي بنتي عندها 3 سنين، فبطنها بتوجعها على طول وبتقوم من النوم الصبح ما بتاكلش خالص. بطنها بتوجعها على طول وما بتاكل أبدا؟ الصبح يعني، الصبح بالذات ما بتاكلش خالص، لحد يعني العصر كده ما بترضاش تاكل. أوكي. يعني. أوكي. السؤال الثاني. أنا حاجة، أنا عندي شعري بينزل جامد بطريقة، يعني بينزل كله كده. أوكي. كده بينزل كله. أوكي. السؤال الثالث. عندي سمار تحت عيني بقاله فترة طويلة، جبت له منتجات كتيرة جدا فما ما راحش. أوكي. السؤال الرابع ولا خلص بس؟ خلاص وخلاص. اوكي حبيبتي، ميرسي كتير لمشاركتك معنا. اول شيء شعرك بينزل وعندك اسود تحت عينك، يعني اول شيء نقص، ممكن يكون فقر دم، نقص فيتامين، نقص تغذيه بالدرجه الاولى، والسواد حول العين. هلا اتذكرت الاخ اللي اتصل فينا قبل شوي، قلت لي انه في ورم او سواد او انتفاخ تحت العين، بنشرب مي كتير، كسل الكلاوي بسبب هيدا الانتفاخ، خلل الهرمون بسبب هيدا الانتفاخ. اذا كان الجسم معبي مي بسبب هيدا الانتفاخ. شو الوصفات الطبيعية؟ اذا بتعمل وصفة طبيعية، قشرة الموزة، لما ناكل الموز القشرة تبع الموزة بنحطها ماسك على الوجه، حتى للدبغات، حتى لحب الشباب، حتى للكلف. انا حكيت بالحلقة الماضية عن مية الالوفيرا، عن ورقة الالوفيرا اللي هي الصبار، ورق الصبار، إذا منقصها بالنص يعني منفتحها اثنين، كانت معي بالحلقة الماضية، وبنمسح فيها حتى تحت العين، رائع جدا. ورق الصبار عشان الشعر، اللي شعره بتبي ينزل تستعمل مية الرز وورق الصبار، وهي اللي حتدعيلي. بس هودي الحاجتين، ومية الرز وورق الصبار، هن من الحاجات الرائعة جدا واللي بفيدوا لهيدا الموضوع بإذن رب العالمين. بالنسبة لبنتك انه بطنها بتوجعها، تعودي تشربيها زهورات. بنتك بتكون عندها المصران كسلان، لما بدها تيجي تفوت على التواليت او لما بيمغص وبيصير يوجعها، تشرب شربيه ملينات، شربيه ينسون، شربيه بابونج، عوديه ما تاكل الخبز دغري، يعني طعميه كتير شوربه، طعميه كتير فواكه. بعدين اعملي لها تدليك لبطنها. احيانا الولد، نحن عندنا بلبنان بيقولوا معدته مقلوبه، بيبقى ولد صغير بتوجعه بطنه، بتبقى المعدة مثلا بدها تدليك، بتنيميها على ظهرها، بتنام على ظهرها وبتحطي ايدك على اسفل بطنها هيك باصابيعك، وبتصيري تطلعي طلوع يعني تمسيد بزيت الزيتون السخن. اوكي، هيدا بنشط المصران. بترجعي بتنيميها على ظهرها كمان، بينكعب العمود الفقري، بتصيري باصبعك بتطلعي طلوع تدليك بزيت الزيتون السخن، هيدا بيساعد. فينا نمسك اجرين الولد كانه عم نلعبه بسكليت،
يعني هيدا بحرك الجهاز الهضمي، كل شيء بحرك جهاز الهضمي خلينا نعمله. وشربية الزهورات هن من الاشياء المهمه والرائعه. لوجع الظهر، للتكلس، للديسك، للصداع، الروماتيزم، اي الم بالجسم، اي الم بالجسم اكيد نحن قلنا نقص الفيتامين، نحن قلنا نقص المغنيسيوم بسبب وجع عظم. بتمنى اللي عنده وجع اجرين، وجع ركب، وجع ظهر، وجع عظم، اللي عنده بروستات حتى عند الرجال بيقدر ياخذ بذر الرشاد الني، بيقدر ياخذ بذر اللقطين. بذر الرشاد الني بخفف، يعني كيف بناخده؟ بنطحنه وبناخده شوي هيك بالملعقة، أو ممكن نرشه على الأكل، أو ممكن نذوبه بشوية مي ونشربه. أكيد المي مش دافية كتير ولا باردة. بس جديد منتج سليمان اللي هو زيت الألم. زيت الألم من منتجات سليمان، من الأشياء المهمة والرائعة جدا بإذن رب العالمين. هيدا رائع جدا، زيت مع كريم، زيت يعني ندهن من هيدا الزيت، من رش رش صغيرة من الزيت على أوكي، مندهن من هيدا الزيت هيك منيح مكان الألم، ومنتركه 3 لـ4 دقايق. بعدين منرجع منحط من الكريم. هيدا الزيت بخلاصة النعناع. إذا فينا نشوف زيت الألم وكريم الألم أكيد هن بالعبوة الجديدة. هلأ منشوف الفيديو لزيت الألم وكريم الألم، بس حطوا دغري بدون مقدمة أسرع. زيت الألم هو بخلاصة النعناع، القرفة، القرنفل، الكافور، الزيوت الحامية اللي بتشد العصب وبتسكن الألم. خلينا نشوف هيدا الفيديو. زيت الألم من منتجات سليمة لعلاج أوجاع الظهر، ألم الرقبة والديسك، ولاحتوائه على زيت النعناع وزيت الكافور وغيرهم، ولأنهم زيوت حامية بيسكنوا الوجع وبيشدوا العصب، وهيك منودع أوجاع المفاصل والروماتيزم. يعني ما بيكفينا، معنا اتصال؟ اوكي. ما بي الو، لو سمحتي انا عايزه اعرف السيرم مضر لشعر الاطفال ولا لا؟ نعم، علي صوتك حياتي لو سمحتي. شو السيرم؟ السيرم شو؟ السيرم مضر لشعر الاطفال ولا لا؟ لا، السيرم بمنتج سليمة ما بيضر شعر الاطفال، بس الاطفال مش بحاجه لتحطي لهم سيرم حياتي. الاطفال يعني اي عمر قصدك؟ سنتين ثلاثه مثلا؟ مش بحاجة لحتى نحط له 8 سنين. اوكي، ما في مشكلة. عندك سؤال تاني؟ اوكي، شكرا شكرا لاتصالك. إذا في في حدا بعد على التليفون؟ ألو، في حدا؟ اوكي، لأنه الصوت بدايتي مفتوح. بالنسبة للسيروم ممكن تحطي لشعر ولادك، وخصوصا سيروم بمنتجنا رائع جدا، بس إذا بنت 8 سنين أو بنت 5 سنين أو حتى يعني تحت العشر سنين، صدقيني مش بحاجة لتحطي لها سيروم. يعني أنا بقول لك حطي لها واشتري من عنا، ما عندي مشكلة، بس هي مش بحاجة. جربي مية الرز، أحلى سيروم للشعر هو الألوفيرا اللي هو الصبير. يعني بنفتح الصبيرة وبنحطهم هيك الورقتين الصبير وبنمسح شعرنا فيهم، هي بتعمل ليس للشعر، بتغذي، بتطول، بنمسح منها. شفتوني حلقة الماضي كيف تكلمت عنها ومسحت منها على شعري، رائعة جدا وبتفيد كتير بإذن رب العالمين، اللي هي ورق الصبير وبنفس الوقت مية الرز. منغسل الرز، ننقعه شوي، شي 5 دقايق، ما بده نقع حتى، مجرد غسلنا الرز منصفي المي تبع الرز على الكوب، وبتغسلي الشعر بناتك بدون، او شعرك يعني بدون ما تحطي شامبو او صابون، فوحي وتركي، هيدا رائع. لكن قلنا زيت الألم وداعا لاي ألم بالجسم مع استخدام الزيت والكريم، حتى لوجع الركب، حتى للديسك، حتى للتكلس، حتى للروماتيزم، ونقص الفيتامين بسبب هيدي الاشياء. بالنسبة لمشاكل البروستات عند الرجل، لمشاكل الضعف الجنسي، اكيد بمنتج سليمة في المكمل الغذائي، في الخلطة الخاصة للرجال. بالحلقات اللي جاية رح نحكي عنهم اكيد تباعا، ما
رح نحكي عن كل الاشياء بذات الحلقه، بس اكيد في علاجات حتى لمشاكل الغده الدرقيه. كمان في شيء منشط للغده الدرقيه سواء عند المراه او حتى عند الرجل، الخلطه الخاصه للنساء اللي هي جم فيتامين. يعني اليوم المراه لما يكون عندها مشاكل العبئات والهبات، مشاكل ترقق العظم، مشاكل حتى الدوره صارت تطول لتقطع، مشاكل الخلل الهرمونات، مشاكل تكيس المبيض، الليف بالرحم، عدم الانجاب، كل هيدي القصص علاجها بحبوب الكولاجين مع اللي هي الخلطه الخاصه للنساء. معنا اتصال. الو، دقيقتين بس. اوكي. بعد في معنا كريم البوتوكس، رح نحكي عن مجموعه الكريمات اللي هي كريم البوتوكس، كريم اللولو للكلف والنمش، يا ريت بتمرقين لنا اياه على الشاشه، وكريم لتبييض البشره. نحن حكينا عن الماسك، هلا اذا صار فينا يعني استعملنا السيروم استعملنا الماسك، فينا نستعمل هيدي الكريمات اللي هي كريم اللولو للكلف والنمش، اللي هو كريم البوتوكس، وكريم المبيض للبشرة. جهزي لي بس كريم اللولو لرد على صفاء. ألو، أوكي. أي فيديو، فيديو المبيض إذا موجود، وفيديو كريم الكلف مش موجود، أو فيديو المبيض. معنا اتصال. أوكي. كريم البوتوكس بينفخ البشرة، نستعمله مع حبوب الكولاجين، نستعمله مع ماسك سمخ الشجر. كريم البوتوكس بيشد الوجه وبيعطي نضارة. الفيديو اوكي، تفضل. بيحتوي كريم اللؤلؤة الذهبية من منتجات سليمة على فيتامين اي وفيتامين اي، بيساعد على نضارة البشرة وبكافح التجاعيد. يستعمل بنهار فبيحمي من الشمس وبيجدد الخلايا. أما حبيبات اللولو فبتضفي نقاء وجمال على البشرة. أوكي. كريم اللؤلؤة الذهبية اللي شفناه هو كريم انهار، كريم اللولو هو كريم الكلف والنمش. للقضاء على الكلف والنمش بنستعمل قشر الموز بنعمله ماسك، بنستعمل ماسك سمخ الشجر اللي بمنتج سليمة، أو ماسك الأعشاب اللي شفناه مع هيدا كريم اللولو، أكيد بيقضي على الدبغات وعلى الكلف والنمش، وهيدا رائع جدا. وكريم المبيض بيساعد على تبييض البشرة. خلصت الحلقة، 5 دقايق. أوكي. مش حبفهم عليكم، الصوت عم بيرج. أوكي. الوقت دايما بدهمنا أكيد. إن شاء الله لح تشوفونا بحلقات تانية وبحلقات جديدة، سواء على قناة الصحة والجمال أو حتى على قنوات تانية إذا الله راد. منشوفكم بحلقات إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. بتمنى تتابعونا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، ومنرد على أسئلتكم، والأرقام اللي كانت عم تقطع الشاشة هلأ ورا الحلقة أكيد لح نرد على كل الاتصالات. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.